بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور إسلام السمان، مدرس طب وجراحة العيون. النهاردة هنتكلم عن بإذن الله عن الأوربيتال ديزيز. أول حاجة هنتكلم عليها الأناتومي. طبعا الأوربيت بيتكون من عبارة عن كوادريلاترال بيراميدال كافيتي، ليه روف وفلور وميديال ولاترال وولز، ليه إيبكس وليه بيز. الإيبكس دي بتبقى بوستيريور الأوبتيك فورامين، تمام، والبيز بتبقى اللي هي تعتبر زي ما بنقول كده في الشارع، اللي هي بتبقى مفتوحة وبتبقى كلوزد بسوفت تيشو اللي هي الايليد، تمام. الاوربيتال فوليوم حوالي 30 سنتي. الجلوب بيشغل حوالي 1 فورس اوف ذيس فوليوم. الباقي الكونتنتس بتاعت الاوربيت هتبقى طبعا اللاكريمال جلاند والاوبتيك نيرف والاكسترا اوكولار ماسلز والفيزز والنيرفز والفاتكس. بقية الكونتنتس هتبقى عبارة عن اوربيتال فات اللي هي بتعمل سبورت الويتر ستراكشرز. البوني اوربيت بيتكون من الابيكس بوستيريورلي، البيز انتيريورلي، بيبقى عباره محوط بالاوربيتال مارجن، والفور ووردز اللي احنا قلناهم بدري، الميديا واللاترال والروف والفلور. سيفن بونز بتشير ان ذا فورميشن اوف ذس اوربيتال ستراكشر، الاناتومي يعني بتاعه. المجزيلا، البلاطين، الفرونتال بون، السفينويد بون، زيجوماتيك والاسموويد اند لاكريمال بون. الاوربيتال ابرتشر، they communicate with the brain through the optic foramen and superior orbital fissure and with the pterygoid fossa through the inferior orbital fissure. دي صورة للاستراكشرز بتاعت البوني اوربت. شايفين زي ما شايفين الاوبتيك فورامين والسوبر اوربيتال فيشر والانفير اوربيتال فيشر والسيفنث بون اللي عامله فورميشن بتاعت البوني اوربت. structures passing through the orbital aperture. الاوبتيك فورامين بيعدي منها الاوبتيك نيرف والاوفثالميك ارتري والسمبثاتيك تويجز. سوبر اوبتيك فيشر، ده سؤال جه في سنه من السنين، ايه هي الاستراكشر بتعدي من سوبر اوبتيك فيشر؟ عندنا السوبر اوفثالميك فين واللاكريمال نيرف والفرونتال والتروكلير والسوبر ديفيجن اوكلوروتور نيرف والنزلان نيرف والفير ديفيجن تروكلوروتور نيرف والابيوسس نيرف. النيرفات دي مختصره في جمله مونومونكس عشان خاطر واحد يفتكرها، اللي هي ليف free to see no insult at all، اول حرف من كل نيرف، تمام. ودي الصوره اللي احنا شايفين فيها كل الاستراكشر بتعدي من خلال السوبر اوبتال فيشر والحاجات اللي بتعدي خلال الاوبتيك فورامين. الانفير اوبتال فيشر دي بيعدي فيها الانفير اوبتال فين والانفير اوبتال اند زيجوماتيك نيرف. كبرنا الساينس، هو ده مش فورمن لكن ده ستراكشر بتعدي من خلاله حاجات ليها علاقه كلوز ريليشن في الاوربت، ومشاكل كتيره جدا بتحصل في الاوربت تنتقل للكبرنا الساينس والعكس صحيح. طيب ايه الاستراكشر؟ في حاجات بتعدي خلال الكبرنا الساينس اللي هي الانترنال كاروت ارتري الادوس نير، وفي في اللاترال وول اللي هو الاوكلوميتر، اللاترال وول بتاع الكبرنا الساينس برضه هو الاوكلوميتر نير والتروكلير نير وفصال ميك والمجزيلا نير. الكوميونيكيشنز بتاعته عندنا بيتوصل بيه الكافيرنا ساينس، بيبقى بيتصل بيه الاوفثالميك فينز والسفينو بارايتال ساينس والاذر كافيرنا ساينس. ده بيفسر للانفكشن اللي بتحصل في الاوربت او في الاي، بتبقى دينجرس ان هي ممكن تبقى ترانسميتد للبرين بسهوله عن طريق الكافيرنا ساينس. كلمه بروبتوزيس دي اشهر حاجه بتحصل في الاوربت، هو البروبتوزيس. الديفينيشن بتاع البروبتوزيس دي عباره عن ايه؟ عبارة عن abnormal protrusion للاي بول. normally لو احنا مدينا خط ما بين الميدل اوف ذا ابر اند لور اوربيتال مارجن، ده الخط ده just touch او miss the corner apex through the closed eye، تمام. طيب لو abnormal هيبقى احنا هنضطر نبص من الجنب او نقيس بآلات معينة، وده هنشوفه بعدين. ايه الاسباب بتاعت البروبتوزز؟ اسبابه طبعا اول حاجة الكونجينيتال، ممكن تبقى فيه درمويد سيست جوه الاوربت زقه الجلوب لبره، او منينجو سيل ديفكت في البون، ففي جزء من المنجيز والسي اس اف معدي فبيزق برضو الاوربيتال كونتنتس، او ممكن يبقى حاجه تروماتيك. تروماتيك ده ليه بيحصل؟ عيان اتخبط في عينه، ممكن يحصل ريتو بالبر هيماتوما، او اثناء عمليات الكاتراكت او الجلوكوما او اي عمليه ريت الاي بيحصل فيها بندي فيها ريتو بالبر انستيزيا، ممكن يحصل ريتو بالبر هيموريج.
ممكن يحصل برضو حاجة اسمها سيرجيكال إمفيزيما في حالات التروما، في اير بيعدي من بين الاسترشرز او السكين بيدينا برضو، ممكن يزق الاوربيتال كونتينر قدام يدينا بروبتوزس، او حاجة اسمها كاروتيد كافيرنس فيستولا، بيبقى في فيستولا كوميونيكيشن ما بين الكاروتيد ارتري وما بين كافيرنس ساينس، وده غالبا برضو بيبقى نتيجة تروما. دي صورة الشكل بتاع البروبتوزس، شايفين اهو بيبقى العين ادي، المفروض احنا لو مدينا خط من الابر اوربيتال مارجن اللور ليد اوربيتال مارجن المفروض يبقى الكورنيا هنا في الحتة دي، لكن ده معناه ان في بروتروجن هنا كده. ايه اسباب تانية من البروبتوزس؟ طبعا انفلاميشن، اكيوت انفلاميشن او كرونيك انفلاميشن. اكيوت انفلاميشن طبعا اشهرهم الاوربيتال سوليتس والاوربيتال بريوستايتس، في حاجه تانية اسمها البان اوف سالمايتس، وطبعا الكافيرنس ساينس ثرومبوز. ممكن يبقى كرونيك انفلاميشن، كرونيك ده ممكن يبقى حاجه نون سبيسيفيك زي حاجه اسمها اوربيتال سودو تيومر هنتكلم عليها بعدين، وسبيسيفيك زي التي بي اوف ذا اوربيت. تيومر طبعا الاوربت ده من الحاجات المكان اللي ممكن فيه تيومرز كتير خالص مشهوره، ممكن تبقى حاجه بناين زي الهيمانجيوما، زي كومرست بناين اوربيتال تيومر، ممكن يبقى نيورو فايبروما او استيوما، ممكن تبقى حاجات مالجنان زي من الاوربت تيشو نفسها زي الساركومز، او من الاوربيتال اورجنز او ستراكشرز اللي موجوده في الاوربت من جوه زي المالجنان لاكريمال جلاند تيومرز. انتروكلر تيومرز تعمل لها سبريد للاوربت، برضه ممكن تعملها بروبتوزس زي الريتروبلاستوما او مالجنت ميلانوما، ممكن من السراوندنج ستراكشرز يحصل سبريد من التيومرز زي من الساينسز او من النوز، او من انتراكرينال تيومر زي السبندر ريدج من الجيوما، او ممكن تبقى حاجه بعيده خالص زي ميتاستاسيس زي الميستاتيك بريست كارسينوما او بروستاتيك كارسينوما. اندوكراين ده اشهر اسباب برضو للبروبتوزز، اللي هو طبعا الثايرويد اي ديزيز او الديس ثايرويد اوف سالموباسي، ده الكومنست كوز، ممكن تبقى يونيلاترال او بايلاترال، بس ممكن تبدا يونيلاترال يعني وبعد كده ممكن تلاقي بعد كده تبقى بايلاترال. تمام. اسباب تانية ممكن تبقى اوربيتال فاريسز او البارازيتيك زي الهيدات السيست، ممكن تحصل الهيدات السيست في الاوربت تزق الاوربيتال كونتنت قدام تعمل بروبتوزز، او بلاد سيست نتيجه تروما، او انيوريزم موجود في البلاد فيزز موجوده في الارض. طيب انا جالي عيان عنده بروبتوزز، عايز ادور على التشخيص بتاعه، عايز اعرف السبب بتاع البروبتوزز ده او شخصه ازاي او اعرف السبب ده ايه، لازم اعمل شويه حاجات معينه احطها في دماغي او سكيم معين عشان خاطر اعرف اشخص الحاله دي. اول حاجه الهيستوري طبعا، اول العيان ده الاونست بتاع البروبتوزز ده حصل امتى، بيزيد ولا بيقل، هل معاه الم ولا معهوش، هل في سيمتومز تانية، هل في ديبلوبيا، هل في كذا في كذا، العين ده اتخبط قبل كده، لا في هيستوري اوف تروما، هل بياخد ادويه معينه لديزيز معينه، او في كان انفكشن في الاستراكشرز اللي حوالين الاوربت قريب في النوز في الساينس او كده. الاكزامينشن لما ابص على العين ده قبل ما اشوف اعمل لازم اعمل اكسكلوجن، ان هي ممكن تبقى حاجه اسمها سودو بروبتوز، يعني ده بروبتوزز كاذب مش حقيقي. تمام. زي ايه الاسباب الشهيره اللي تعمل سودو بروبتوز؟ اول حاجه اللارج جلوب، في ناس بتبقى عندها فاميليا لارج جلوب، او ممكن ناس اللي هي الهاي مايوب بالذات لو ده يعني حاجه من لاترال، البوف سالموس، البوف سالموس برضو لارج جلوب بيدي سسبيشنز ان العين ده ممكن يبقى بروبتوزز او سودو بروبتوزز، يعني بيشكك العين ان هو عنده بروبتوزز لكن هو ما فيهوش بروبتوزز. او الشالو اوربت، ده الاوربيتال كافيتي بيبقى صغير، فالجلوب بدل ما هو طبيعي بيشمل ربع الكونتنت لا بيبقى يعتبر اكتر من كده، فبالتالي الجلوب الاوربت ما بيقدرش يساعد الاوربت الجلوب ده كله، فبيظهر جزء من الجلوب ده بره الاوربت فبيظهر كانه بروبتوز، حاجه اسمها الشال اوربت سندروم، زي حاجه اسمها كرينيو فيشيال انوماليز او كرينيو ساينستوز بيبقى معاها شالو اوربت، بيبقى فيه ديفكت في البون فورميشن في المنطقه بتاعت الفيس والبرين. او لو في كونترالاترال اين اوف سالموس، العيان ده عينه الثانيه داخله لجوه فبتديك انطباع ان العين السليمه دي فيها بروبتوز. طيب لما اجي ادور بقى برضو هشوف خدنا الهيستوري، بدور على الايه ساينز اوف انفلاميشن، هل عندنا في انفكشن ولا لا، انفلاميشن اديما تندرنس بين الاوبتيك نيرف افكشن الكلام ده كله، اعمل بالبيشن للاوربيتال سويلنج بشوف مكانها فين، حدودها فين، اولها فين واخرها فين، هل هي كومبريسبل ولا لا، هارد سوفت ولا ايه بالظبط، الدايركشن بتاع البروبتوزز انتيرو ولا لاترال ولا اب ولا داون، الميجر بتاع البروبتوزز هقيس البروبتوزز ده قد ايه بالظبط، والديجري بتاعته هل هو موجود ولا لا الاول، وبعد كده اشوف الديجري بتاعته، ممكن بمسطره عاديه بقيس او بحاجه اله اسمها الهرتل اكزيف ثرمومتر. الديستنس ما بين اللاترال اوربيتال مارجن والايبكس بتاعت الكورنيا المفروض نورمالي
تبقى من 10 ل 20 مللي. ديفرنس اكتر من 2 مللي ما بين التو ايز ده سيجنيفيكانت، بارتيكولر لو الكونديشن بيبقى يونيلاترال، هيبقى الفرق ده حاجه مهمه او حاجه تديني فكره اتاكد الدياجنوز بتاعي. ده الشكل بتاع الاكزوسالمومتر بي اس بي، بيبقى فيه تدقيق معين بيعرف يقيس بيه المسافه والديجري بتاعت البروبتوز كده. ساعات الناس تحب تسال في الشباب يقول لك امتى احط السماعه على عين العيان؟ احنا عارفين طبعا السماعه بتستخدم بتاعت الكارديولوجي، لكن ساعات في الرمد بنستخدم السماعه في البالسيتنج اكزوسالموس او البالسيتنج بروبتوز. بعد كده في سبيشال انفستيجيشن، ممكن ادور بقى على العيان ده، اعمله شويه تحاليل، اشوف بلاد كاونت، اعمل اكسكلوجن البلاد مالجنسي زي اللوكيميا، تبركلين تيست عشان التبركلوزز، او اعمل شويه تيستات عشان اعمل اكسكلوجن ان عنده سيركيدوزز او لا، الاي اس ار، الكازيوني تيست عشان الهيدالسيس تيست، والتيست بتاعت الثايرويد فانكشن طبعا تي 3 والتي 4 والتي اس اتش والثايرويد سكان. راديولوجيكال ممكن اعمل بلينكس راي بتورينا اللارج اوبتيك فورمي او الاوربيتال فيشر في فيها مشكله، ممكن يظهر كالسيفيكيشن ايروجنز في تيومرز او ديفيشن، الكمبيوترايزد اكزيال توموجرافي سي تي او الام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايميجنج والالترا ساوند والكاروتيد انجيوغرافي عشان خاطر حاجات معينه بدور على تيومرز، بدور على كاروت كافرنس فيستولا، بدور على ميتاستاسيس، حاجات زي كده. طبعا البيوبسي من الحاجات الانفيزيف بس ساعات بنضطر ليها في بعض الحالات عشان اعرف طبيعه الحاجه اللي موجوده ورا الاوربت دي، بنعمل ساعات فاين نيدل اسبيريشن او اكسجين بايوبسي عشان خاطر اعرف التيومر اللي موجود عندي ده حاجه بناين ولا منين، ولا محتاج انترفنشن ولا ممكن اسيبه. تروماتيك بروبتوزيس ده من اشهر الحاجات برضه بتعمل بروبتوزيس زي ريتوبال هيمرج، ممكن ريتوبال هيمرج يحصل بعد التروما، ممكن يحصل بعد الريتوبال بروجيشن بتاع الانستيزيا عموما بتاعت الكاتاركت او بتاعت الجلوكوما او اي حالات اوبريشنز فيها ريتوبال انستيزيا، ممكن يحصل فيها ريتوبال هيمرج هيعمل لي بروبتوزيس. سيرجيكال انفيزيما طبعا تروما للفيس او ممكن يعمل لي فراكشر سمويد ساينس والاير ده يخش للاوربت والسبكوتينس تيشو، طبعا بيزيد لما العين ده يكح جامد او ينف مناخير زي ما بيقولوا كده، وبيدينا احساس اللي هو السوفت كريبيتيشن لما تدوس عليه كده يطقطق كده تحت ايدك. الارتيريو فينس فيستولا نتيجه سيفير هيد تروما ليدنج تو رابشر للانترنال كارديال ارتري، لان هو بيعدي زي ما قلنا بدري في الكافيرنس ساينس، فبالتالي بيحصل كوميونيكيشن ما بين الكافيرنس ساينس وبين الانترنال كارديال ارتري، فبالتالي البريشر العالي بتاع الانترنال كارديال ارتري بيعدي جوه الكافيرنس ساينس وبيديني العين يحس بوشه في ودانه وزنه، وبيبقى حاسس ان عينه بتنبض كده زي ما قلنا بدري، ممكن نحط السماعه نسمع البلسيشن. بتاعت القصه دي يبقى فيه ريدنس، يبقى فيه حمار جامد في العين، وفي كموز، ممكن يبقى فيه اديما دايليتد ريتينال فينز اوف حصر العيان ده، ممكن الاقي باب الاديما اللي هي بايلاترال اوبتيك ديسك اديما، ممكن الاقي افصال مبليجيا باراليسيس للاكسترا ماسلز، يعني بيحرك عينيه اقول له حرك ما تتحركش في الاتجاهات المفروض يتحرك فيها نتيجة براسز للمسلز، وبروبتوزيس بيبقى تيبيكال زي ما قلنا بالسطايل ومع حاطط السماعة بس مع اودبل. الانفلاماتري بروبتوزيس اوربيتال سولايز ده اشهر حاجة طبعا، ده عبارة عن اكيوت سبيراتيف انفلاميشن للاوربيتال سوفت تيشو. الاتيولوجي طبعا ده سبريد اوف انفكشن من النيزل ساينسز او من اسحالات ساينسايتس، ده بيبقى بلاد بورن انفكشن. الكوزيتيف اورجانيزم يوجوالي ستافيلوكوكاي او ستريبتوكوكاي او نيموكوكاي، وريلي بيبقى فيه فانجل انفكشن. طبعا انتوا سمعتوا طبعا اللي من دول عن موضوع الفطر الاسود، ده من ضمن الحاجات الفانجل انفكشن ممكن تعمل اوربيتال سيلولايتس، بيبقى اسمها كريبتو اسمها بيبقى اسمها ميكرومايكوزيس. الميكرومايكوزيس دي حاجه رير جدا ملهاش علاقه بالكورونا، بس بتحصل في الناس الاميونو كومبرمايزد، الكومنسز الموجوده دي بتحصل لها بتنشط وبتهاجم الجسم وبتعمل بلاكج ديسكالريشن للسكين والساينسز، وبعد شويه بيحصل زي الجنجرين والتيشوز دي بتبقى المفروض ان هي تتشال عشان خاطر الانفكشن داخل. الكلينيكال ريفشن بتاعت الاوربيتال سولايتس عموما بيبقى العين ده عنده بين، بيبقى فيه هيديك، بيبقى فيه فيفر طبعا، بيبقى فيه ماليز سبيشالي في التشيلدرن، والفيجن ممكن يتاثر لو الاوبتيك نيرف اتاثر، ده بس بيحصل فيري ليت. الساينز بوصل العين ده بلاقي فيه ماركت اديما وريدنس في الايليد والكونجاتيفا، ممكن الاقي طبعا بروبتوزز، ممكن الاقي ليميتد اوكولار موتيليتي، ممكن لو في حالات اتجمع الانفكشن ده وعمل باص هلاقي الاوربيتال ابسس يتكون،
والأوبتراسيس ده ممكن يحصل له بوينتنج للفورنكس أو للسكن و أو السكن اللي هو نير الأوربيتال مارجن. طبعا لو حصل الأوربيتال أبسس يبقى لازم يبقى درين. كومبليكيشنز ممكن عندي يحصل له كورنر ألسريشن نتيجة اكسبوجر كيراتايتس والهايبوسيزيا. تريتمنت سيستميك أنتيبيوتكس، هيد فومنتيشن، لوكال أنتيبيوتكس بيري بالبر أو ريتو بالبر إنجكشن. طبعا رير خالص نلجأ للريتو بالبر أو بيري بالبر إنجكشن للأنتيبيوتكس طبعا في حالات الأوبوستريس. ممكن أديله سيستميك هيبقى أفضل يعني. لو حصل تكون أبسس زي ما قلنا بدري لازم يتعمل إنسيجن أند درينج للباص. البريسبتال سيلولايتيس ده انفكشن في السبكوتينس تيشو في الايليد، بيبقى انتير الاوربيتال سيبتم، بيبقى شبه الاوربيتال سلايس بس عكس الاوربيتال سلايس ان هو الاوربيتال سلايس بيبقى انفكشن في السوفت تيشو بيهايند سيبتم. البريسبتال سلايس ده بيبقى ان فرونت اوف ذا سيبتم. بيبقى التفريق بينهم صعبه شويه بس في الغالب البريسبتال سلايس بيبقى الكورس بتاعه اخف وما بيطولش، ما بيبقاش كومبليكيشن بتاعته كتيره زي الاوربيتال سلايس. سببه ايه؟ سببه السبريد الانفكشن من السراوندنج اريا، زي طبعا لو حاليا عنده ستايت ممكن تبقى تروما او انسكت بايت. ساينز احنا قلنا برضو لو ده بريسبتال سلايس بس هيبقى فيه تندرنس وريدنس وإديمة في الايليد. لو تطور الموضوع ما تعالجش كويس ممكن يتحول لاوربيتال سلولايتس. دي صوره لبريسبتال سلولايتس نتيجه ان ده خد تروما في الليد والتروما دي عملت ووند، والووند ده حصل فيه انفكشن بس الانفكشن ده مادام هو in front of the orbital septum يبقى دي بريسبتال سلايس لسه ما عدش orbital septum ودخلت جوه الاوربيتال كافيتي. cavernous sinus thrombosis etiology، thrombosis of the cavernous sinus may be due to spread of infection زي ما قلنا بدري من الفيس عن طريق الانجولار فين، بيحصل كوميونيكيشن ما بينه وما بين الاوفثالميك فين. الاوربت اند جلوب through the اوفثالميك فين او الميدل اير والبارانيزل ساينس. clinical picture بتاعت cavernous sinus thrombosis symptoms، general symptoms marked fever malaise rigors and cerebral symptoms. local ممكن يبقى اللي عنده بين limited ocular motility. الفيجن بتبقى في البدايه كويسه بس بعد كده طبعا بتتاثر نتيجه optic nerve affection بيحصل بدري عن الاوربيتال سلولايتس. signs بيبقى فيه edema congestion في الليد والكونجكتيفا. العيان بيبقى عنده بروبتوزيس بيبقى في الاول يونيلاترال بعد كده بتبقى بايلاترال لما الكونديشن يحصل له سبريد الاذر كافيرنس ساينس. بيبقى فيه طبعا ليميتد اوكولار موتيليتي، تندرنس على الماستويد اريا، بابيليديما او بابيلايتس. تريتمنت طبعا عنده لازم يبقى ادميتد هوسبيتاليزيشن، لازم اديله سترونج ماسيف انتيبيوتكس اند انتيكوجولانت واديله حاجات تغطي الحاجات الجرام نيجاتيف جرام بوزيتيف والفنجاي تمام. وادور على السورس بتاع الانفكشن ده جاي منين بالظبط عشان اعالجه عشان اساعد في التريتمنت بتاعت الحاله. طيب الحاجه الشهيره اللي احنا بندور عليها في معظم اسئله الاوربت بندور عليها وبنسال فيها اللي هي الاندوكراين اكزوثالموس او الديستيرويد افثالموسي او الثايرويد اي ديزيز. كلينيكال فيتشرز اند كومبليكيشنز اي ليد ساينز، يبقى عندنا خمس حاجات في الليد اي ليد ساينز، وبي في حاجه اسمها انفيلتريتيف اوفثالموباسي والاوبروبتوزيس او الاكزوفثالموس والاكسترا اوكولار ماسل افكشن واخيرا الاوبتيك نيرلس. هم الخمسه كاتيجوريز دول هم دول المانيفيستيشنز بتاعت الديستيرويد اوفثالموباسي. الايلت ساين طبعا هم كتار جدا بس احنا بنحاول نختار منهم الحاجات الشهيره والمعروفه. الابر ليد ريتراكشن بيسموها الدال ريمبل ساين، تدي العيان ده ستارنج لوك تحس ان ده بيبرق لك كده. الابر ليد لاج فون جريف ساين، ابر ليد لاج لما العيان يبص لتحت العين تبص لتحت الاي بول يبص لتحت لكن الليد بيحصل له لاج ما بيبصش تحت زي الطبيعي بيبقى ثابت مكانه والجلوب بس ما بيتحرك لتحت ما بيتبعهوش الاي ليد. ان فريكوينت بلينجينج بيسموها ستيل واج ساين. الانفلتريتيف اوفثالموسي بيحصل بروفريشن للاوربيتال فات والكونكتيف تيشو ويز ريتينشن اوف فلويدز accumulation of mucopolysaccharides and cellular infiltration polymorphs and plasma cells. بعد شوية بيحصل enlargement of extraocular muscles due to increased mucopolysaccharide content والإديمة اللي بتحصل with subsequent degeneration of the muscle fibers. بيحصل بعد كده fibrosis, weakness and restricted ocular motility. يعني في الأول بتكبر نتيجة mucopolysaccharide بتزيد فيها والإديمة وبعد كده بيحصل لها fibrosis, weakness وبيبقى فيها restricted ocular motility.
زي ما احنا شايفين بيبقى فيه الحاجات الموجودة في العين، بيبقى فيه هايبريميا وانجكشن زي ما شايفين في الصورة الأولانية، وكيموزس في الكونجكتيفا، وإديما في الصورة التانية. الاكزوفثالموس او البروبتوزيس this thyroid eye disease the commonest cause of both bilateral and unilateral proptosis. Condition may be very severe leading to exposure of the cornea with severe corneal ulceration and blindness. في الاول زي ما قلنا العيان ممكن يبقى زي ما قلنا دي الشكل بتاع الستارنج لوك، العيان بيبقى مبرق بعينيه كده، طبعا شايفين البروبتوزيس والكورنيا الليد ما بيقفش كويس فبيحصل اكسبوجر كاراتايز. ممكن يبقى البروبتوزيس ده سيمتريكال زي الصوره الاولانيه، او ممكن يبقى اسيمتريكال عين فيها بروبتوزيس اكتر من التانيه. ولو العيان ده ما اتعالجش كويس واتساب وحصل له اكسبوجر كاراتايز هيحصل له كورنيال ألسريشن، وبعد كده يتكون يحصل ميلتنج للكورنيا لا قدر الله. الاكسترا اوكرا ماسل افكشن زي ما قلنا ان هو الايديما بتحصل والميكوبوليسكولايت بتترسب فيها في حجمها بيزيد وبتكبر، وبعد شويه بيحصل لها فايبروزز ويكنس وبيبقى في ريستريكتد اوكولار موتيليتي في كل الدايركشن، او المصل بتبقى افكتد في القصه دي الانفيرور ريكتاس ماسل. اوبتيك نيوروباثي سيمتومز سلولي بروجريسيف امبيرمنت اوف سنترال فيجن وديفكتيف ريد جرين كلر بيرسبشن او ابريشيشن. ساينز اوفثالموسكوبي ببص بالمنظار بشوف العين ده بلاقي فيه ديسك ايديما وحاجه اسمها كوريو ريتينال فولت زي ما انتم شايفين في بابل ايديما في الصوره الاولانيه، الصورة التانية فيها الكوريتينال فولت، الصورة التالتة ممكن يحصل اوبتيك اتروفي. في الادفانس كيس بيحصل اوبتيك اتروفي وبشوف العين ده بلاقي فيه افرن بيبولا ديفكت نتيجة الاوبتيك نيرف افكشن. الباثوجينيسيس بتاع الديستيرود اوف سلموبيسي ده عباره عن زي ما بيقولوا كده اوتو اميون ديزيز، بيحصل فورميشن لانتي بوديز في الجريف ديزيز، الانتي بوديز دي بتبقى فورمد اجينست التي اس اتش ريسبتورز، في الهاشيموتو بتبقى اجينست البيروكسيديز او السيروجلوبين. طبعا في الجريف ديزيز بيحصل هايبر توكسيكوزيس او هايبر سيروديز سيروتوكسيكوزيس او الهايبر سيروديز، وفي الهاشيموتو ديزيز بيبقى فيها هايبو سيروديز. These antibodies stimulate the adipocyte fibroblast present in the orbit. بتعمل ايه؟ بتعمل proliferation للفايبروبلاست والاديبوسايت. الكولاجين والجلوكوزامين وجلايكانز is also let down. بيحصل thickening للماسلز في الاول، بتعمل طبعا لما بتكبر وحجمها بيزيد بتعمل compression على الاوبتيك نيرف، وبيحصل retraction للليد نتيجة سمباسموميتك افكت للثيرويد هرمون، وبيحصل برضه fibrotic contraction للليفيتور ماسل وسكندري اوفر اكشن. المانجمنت بتاع الثيرويد اي ديزيز اول حاجه طبعا انا بحاول اقلل المانيفستيشنز الموجوده عند العيان ده، اديله لوبريكانت الاي عشان الاكسبوجر كيراتايتس، الدارك جلاسز، تريتمنت في كورنيال كومبليكيشن نتيجه ايه الاكسبوجر زي ما قلنا، ادي سيستميك سترويد في الايرلي كيسز لما يكون معاها بين في الاكزوفثالموس، في بعض الحالات بتحتاج راديو ثيرابي لما يكون الاسترويدز ار كونتراكيت او ان افكت. سيرجيكال مانجمنت بعمل حاجه اسمها اوربيتال دي كومبريشن في حالات السيفير بروبتوزيس، بعمل ايه؟ بعمل ريموفال ل 1 او مور اوف ذا اوربيتال وولز خلاص. اكسترا اوكولار ماسل سيرجري اف ذير از ديبلوبيا ان ذا برايمري او ريدنج بوزيشن، ممكن اعمل عندي بيبقى عنده نسبه حول ممكن اعمل له عمليه حول عشان خاطر اصلح بس الدبلوبيا الموجوده. الانوبسالموس ده عكس الاكزوسالموس، ده عبارة عن retraction of the globe into the orbit opposite to proptosis عكس البروبتوزيس زي ما قلنا. أسبابه ممكن تبقى حاجة صناعية زي الابزوربشن بتاع الاوربيت الفات، بوست تروماتيك، بوست اوبراتيف، أو ممكن يبقى انفلاماتوري. ممكن أشهر حاجة أو يعني حاجة مشهورة عن الهورنر سيندروم بيبقى معاها الانوبسالموس اللي هو بيبقى فيها الحاجات ديت المشهورة التوزيز والمايوزيز والانوبسالموس والانهيدروز هورنر سيندروم. الاوربيتال سيودو تيومر ده نوع من نوع انواع الاوربيتال انفلاميشن بس بيبقى رير شويه، عباره عن نان سبيسيفيك انفلاميشن انفولفينج ذا اوربيتال تيشو. طبعا بقول عليه ليه سيودو تيومر لان انا بقعد ادور على السبب او الحاجه ما بعرفش ده سببه ايه، فبسميه اوربيتال سيودو تيومر، بدور على سبب ما الاقيش انفكشن او فورم بودي او سيستميك ديزيز، فبيقولوا عليه برضو اللي هو ايديوباثيك اوربيتال انفلاميشن.
ديفرنشال ديجنوز بيخش ديفرنشال ديجنوز مع الاوربيتال سيلولايتس، ريتينشن ديرمويد سيست، الليمفانجيوماز والرابدومايوساركوما. سببه ايه؟ زي ما قلنا انون، ممكن يبقى اوربيتال اميون رياكشن. التريتمنت بتاعته في البدايه بندي اورال ستيرويد، لو ما جابش نتيجه بندي راديوثيرابي، او في بعض الحالات بندي اميون سبريسيف دراجز. العمليات الشهيره بتاعت الاوربت، اشهر عمليات الاوربت اللي هي الاوربتوتومي. الاوربتوتومي ده عشان خاطر اعمل اكسس للاوربت جوه، عشان خاطر اشيل مثلا اوربيتال تيومر، او اعمل اوربيتال ديكومبريشن في حالات الديس رود اوف سبوباسي. في عمليه تانية اسمها الايفيزريشن. الايفيزريشن دي انا بعمل ايفاكويشن للكونتنتس بتاعت الاي بول، بسيب السكليرا وبفتح الكورنيا وبفضي الكونتنتس بتاعت الجروب كلها. بس طبعا لازم اخد البيشنت كونسنت عشان خاطر العيان ما يعمليش مشاكل، عشان كده دي يعني ده لوس اوف ان اورجان يعتبر. فلو العيان ده كان في اي فيجن ايا كان، لو العيان ده شايف بي ال وانت عملت له فيزريشن وهو ما كانش ماضي كونسنت، ممكن تتسجن على زي كده. تمام. It's indicated in cases of endophthalmitis and venophthalmitis. لما في العيان ده عنده severe endophthalmitis ومش اوبرابل، مش هتنفع فيها عمليات لا فيتريكتوم ولا غيره، والعيان ده الفيجن وصل ان هو بقى نو بي ال ودي بقت بلايند بين في الاي، هضطر اعمل له فيزريشن عشان اخفف الالم، وبعد كده بيحط عين صناعيه عشان خاطر يبقى الشكل بتاع العين دي زي العين التانيه. الاكليشن، الاكليشن دي عمليه اكبر شويه من الفيزريشن، دي بشيل فيها كل الاي بول، بسيب بس الاكسترا كور ماسل، بعلق الاكسترا ماسل بعلقهم بالسيوتشرز، وبعد كده باجي بقطع الاوبتيك نيرف من تحت وبفصل الاوبتيك نيرف والجلوب وبرميهم، يعني بطلعهم بره العين وبره الجلوب يعني بره الاوربت، وبسيبش غير الاكسترا كور ماسلز الموجوده. ممكن بعد كده بحط ارتفيشال اي، بثبت الارتفيشال اي دي بالماسلز الموجوده معايا عشان خاطر تبقى فيها شويه موتيريتي، تبقى شبه العين اللي الاكليشن. طبعا لو في سيفير انفكشن مش هقدر اعمل الاكليشن، لان انا ممكن اعمل سبريد للانفكشن للاستراكشرز اللي حواليها طبعا ومن البرين طبعا. امتى بعمل الاكليشن؟ في ممكن بعض الحالات اللي بحاول انقذ فيها حياه العيان زي الانتراكر تيومرز، الريتروبلاستوما طبعا اشهرها، والمالجنت بلانوما، عشان خاطر ما بعض الحالات ما ينفعش اشيل التيومرز بس، ولو شلت التيومر ده ممكن يحصل بشكل اكتر، فبضطر اشيل الجلوب كله من اول السكليرا، بقصه من تحت الاوبتيك نيرف وبفصله من الاكستروكال ماسل اللي ماسكه فيه. او ممكن عشان احافظ على العين التانية، في بعض الحالات اللي فيها سيفير تروما والجلوب بيبقى التروما واخده كل اللير بتاعت العين والسكليرا والليوفيال تيشو وكلام زي كده، ممكن العين ده لو اتساب يحصل فيه حاجه اسمها سمباثيك، لو العين دي اتسابت يحصل فيها سمباثيك اوفثالمايتس في العين التانية السليمه، فبضطر اعمل انكليشن عشان خاطر احافظ على العين السليمه ما يحصلهاش انفلاميشن نتيجة ان الويفيل تيشو اللي كان مش معروف للاميون سيستم، لما حصلت التروما دي بقى اكسبوز للاميون سيستم، فبالتالي الاميون سيستم هيبدا يهاجم الويفيل تيشو ده في عينين الاثنين، والعيان ده يخش في سمباثيك اوفثالمايتس. او ممكن لو العيان ده فيه سيفير بين مش 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 مستحمله، او عشان احسن الشك طبعا في البلايند بيرفل اي او في الديسفيجرنج